السلام ومرحبا بكم مرة أخرى في كوجينتي وفي رسالة جديدة. اليوم إن شاء الله رجعت لكم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نحضروا نوع من أنواع المقرونة الطليانية المعروفة ياسر والبنينة والبنينة برشا 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 اللي هي باستا كوميلانزاني، بعبارة أخرى مقرونة بالبتنجيل. دونك باش ما نطولش عليكم نتعدى ونشوفوا ليزانغريديون تاعنا. دونك كيما قاعدين نتراو لهنا عندي بتنجيلة، هذا حبق فريش غير أنا حطيته في الكونجيلاتور، عندي مغرفتين صغار من جبن بارميزان، عندي نص بصلة، فلفل مهروش، طماطم لهذية متاع يعني مشرية متاع الحكوك، زيت قليان، زيت زيتونة وملح. دونك نتعديو توا نشوفو كيفاش باش نحضرو مع بعضنا المقرونة البنينة هذية باستا كوميلانزاني. باهي لهنا كيما قاعدين تراو شديت البتنجيلة متاعي قصيتها هكاكا مرسويت صغار ومبتي دي، وفي نفس الوقت وقت اللي انا قاعده نقص فيها حطيت لهنا زيت النباتي نتاعي يسخن، الويل فيجيتال نتاعي يسخن. دونك توا مادام سخن بالكدا بالكدا شنو باش نعمل؟ باش نجي نرميلو كلك عيبات البتنجيل اللي قصيتهم، بيان سور نرميهم يعني بشويه بشويه. وحضرت في نفس الوقت لهنا صحن حطيت عليه البابي سيرفيت هذايا دو فاسون اكل البتنجيل هذاك الكل يشرب الزيت نتاعو. دونك شنو باش نعمل توا؟ باش نبدا نحضر البتنجيل. بسم الله ونبدا نحطو يتقلى. نعمل لوبيراسيون هذايا للبتنجيل الكل، ومن بعد ان شاء الله ما كملت قليتو الكل نوريكم ليتاب سويفونت. احيا يا جماعه البتنجيل نتاعي بعد ما قليتها دونك توا شنو باش نعمل لها؟ باش نملحها شويه، ملحها ديما بعد ما نقليها نملحها شويه. ومن بعد شنو نعمل؟ في نفس الطنجره لما حالك الزيت نتاع القليان بيان سور طيشتو بزعتو، حطيت توا باش نحط شويه زيت زيتونه، شويه زيت زيتونه، ونشدو كل شطر البصله نتاعنا هذيا باش نقصوها اون لاميت جويدين، نحطوها تسخن مع زيت زيتونه وبر لا سويت كيما العاده نوري لكم لي تاب سويفونت. دونك فوالا كيما قاعدين تشوفوا حطيت كل شطر البصله نتاعي لهنا. بيان سور يا جماعه راني بكري نسيت ما قلت لكمش انا العمليه هذه اللي نعمل فيها ولي زانغريديون والكميات سورتو راهو زوز من الناس كيما العاده والعويد كيما مسنسه معناتها ديما نقولها انتوما اقراوا حسابكم سلون نتوما قداش في الدار وكل شيء. بيان سور الضعف والكميات اللي قاعده نستعمل فيهم انا. دونك بعد ما خليت البصل نتاعي يتقلى شويه نجي للصوص طومات ونزيدها. بسم الله بيان سور يكون النار نقصت عليه برشا، كانت معناتها النار نتاعي عاليه دونك نقصت فيها المتوسط توا اقل ممكن اقل من المتوسط بشويه. دونك نحرك هكاكا شنو نعمل؟ نعاود ملح شويه بيان سور مش برشا خاطر كيما شفتوني ملحت بكري البتنجيل نتاعي وين اون بلوس ما معناتها ما ناكلش ياسر مالح الحقيقه. دونك حطيت هكا شويه. توا شنو باش نعمل؟ باش نحط الفلفل المهروج، هذه اوبسيون للي يحب مش برشا هكا سي بون. نبقى نحرك شويتونه نغطيو عليها نخليوها قرابه تسيب في عقلها لمده 15-20 مينوت هكاك، نرجعوا لها من بعديك ونشوفوها اسكو سي بون والا لا. وبعد وقت اللي تجي باش تسيب نرميو لها كل البتنجيل اللي قليناه من بكري. دونك بقاو معايا كيما العاده ونوري لكم ليتاب سويفونت. بيه كيما قاعدين تراو لهنا الصوص نتاعي رجعت لها بعد بالضبط بالضبط تعداو 15 دقيقه وقت اللي هي في شطر تياب هكايا. شنو نعمل؟ نجي لك الحبق نتاعي ساعه نرميه باش يعطيها كل اكل جو. رميت لك الحبق نتاعي تو شنو نعمل؟ نحرك ساعه شويه هكايا. نحكيكمش حسيلو كل حبق والبصل يعطيو ريحه للصوص بنينه بنينه برشا. في المرحله هذه شنو نعمل؟ بعد ما زدت الحبق نجي للبتنجيل اللي قليتو قبيليكا واللي خليتو يستقطر في عقل عقلو يعني مكزيت وكل، ونجي نضيفو للصوص
معناتها اللي بالحباق والبصل والفلفل المهروش بالطبيعة. فوالا توا هكا حطيتها هذايا البتنجيل متاعي، توا نحرك. هي راهي شطرت ياب، فشطرت ياب وقتها تزيدوا البتنجيل وال شو اسمه والبازيليك والحبق. نبقاو نحركو هكا، عندك بها طابت راهو زيدوها بالضبط بالضبط درجين. تو انا خليتها يعني كي عريت عليها هذيا على معناتها بعد ما تعديو قرابه 15 دقيقه بالضبط كما قلت لكم، وهي في شطرت ياب. تو كي زدت لها لي زانغريديون الاخرين اللي بقاو بعد ما حركتها مليح، نغطيها ونخليها درجين اخرين، وبعد ان شاء الله كي نرجعوا لها نبقاوها بقدره تربي صوص طايبه. حاجه برك نسيت ما قلت لكمش عليها يا جماعه، في الاثناء وقت اللي الصوص نتاعي تقعد يعني تيب على روحها، حطيت الماء نتاعي كما العاده والعويد يغلي. لكن شنو انا لهنا ما ملحتش الماء، ما حطيتلوش الملح. علاش؟ خاطر جيت نذوق في الصوص نلقى الملح نتاعها سي بون قد قد. دونك اذا كان باش نملح الماء نتاعي راهي باش تجي المقرونه ملحه برشا. دونك نستناو حتى لين الماء جوست يبدا يغلي، نطفي على الصوص نتاعي ونسقيو المقرونه ونوريها لكم في صحن التقديم ان شاء الله. بطبيعة الحال قبل ما نوريكم المقرونة في صحن التقديم لهنا كيما قاعدين نتراو الماء نتاعي قاعد يغلي، دونك شنو عملت انا؟ طفيت على الصوص نتاعي باش نرمي مقرونتي ومن بعد نوريها لكم في صحن التقديم ان شاء الله. دونك هاني باش نرميها، بسم الله. كيما قلت لكم ما ملحتش الماء، عملي لها تحريكه صغرونه، نغطي عليها نخليها كيما العاده 6 مينوت ومن بعد نوريها لكم ان شاء الله. هيا مقرونتنا حضرت يا جماعه، شوفوا محلاها. هذه هي مقرونتنا نتاع اليوم، هذه هي كانت لاباستا كوميلانزاني. رشوا عليها توا شويه جبن بارميزان من الفوق، بطبيعه الحال كل واحد وذوقه، كل واحد قد ما يحب يحط. وهذيك هي اللي باش تزيدها بنه، ما شاء الله شوفوا منظرها وريحتها ما نحكي لكمش. فوالا دونك بعد ما رشينا عليها جبن البارميزان مقرونتنا حضرت. نتمنى عجبتكم الروسيت كيما العاده، كان عجبتكم الروسيت ما تنساوش تعملوا ابوني، ما تنساوش تعملوا لايك، وما تنساوش تبارتاجيو الفيديو هذا مع اصحابكم وحبيبكم واللي تحبوا عليه. صحوا بشفي ليكم، وارتقانا ان شاء الله في روسيت جايه.